يمثل بعد زوال نهار اليوم رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب المجمد غازي القروي امام نيابه محكمه قسنطينه بالجزائر بعد انتهاء التحريات والتحقيقات الاوليه التي قامت بها مصالح الامن بولايه تبسه وتم تحويل ملف الاخوين القروي الى القطب المتخصص بقسنطينه مثل ما كشفه محاميه المفوض من عائله القروي في الجزائر واكد المحامي انه الموكل المعتمد بعد تقديمه طلبا لمنظمه المحامين بتبسه اثر تفويض كتابيا من عائلته مصادرنا اكدت ايضا انه سيتم تقديم الاخوين القروي رفقه اربعه اشخاص جزائري الجنسيه من بينهم امراه صاحبه المنزل حيث أقام الأخوين القروي وتاجر معروف في تبسة